بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل دي يا جماعة بقالها دلوقتي 4 سنين. عارفين بسمة أمل دي عبارة عن إيه؟ في إحساسي وفي نظرتي هي ماشية عمالة بتدور على الحاجات الحلوة في بلادنا، مش بس في بلادنا، في العالم. هي بتدور على الخير، هي بتدور على كل شيء يرسم على وجوه الناس فرحة وأمل بالمستقبل. هي إنسانية قوي. بسمة أمل بتدور على كل شيء إنساني، بتدور على الناس الناجحة، بتبعت رسائل شوفوا الناجحين. علشان كده بسمة أمل النهاردة بتحكي قصة واحد، صورته انتشرت على الإنترنت جدا جدا. إيه الصورة دي؟ صورة واحد لابس لبس العمليات، ما انتش عارف من صورته اذا كان دكتور ولا ممرض، لانه قاعد على الارض بعد ما خلص عملية وحاطط دماغه بين ايديه ونايم، يا عيني، بس نايم تعبان بعد عملية طويلة. يا ترى ده دكتور امتياز ولا نايب في القصر العيني، ولا ده راجل ممرض مشغلينه 24 ساعة فما عادش قادر وزهقان وتعبان؟ لا يا سيدي، ده ولا واحد من دول. ده الدكتور حسين خيري، أستاذ جراحة الأوعية الدموية في القصر العيني، اللي قعد 25 سنة بينزل محاضرات يساعد فيها طلبة سنة ستة ويشرح لهم الجراحة كاملة من غير ما يحصل على أي أجر لمدة 25 سنة عشان يوفر عليهم ثمن الدروس. الدكتور حسين ده راجل بسيط ومتواضع، هو ده اللي نايم في الصورة. طبعا انا دلوقتي انتوا في الراديو مش شايفين الصورة، بس انا واقف انا بكلمكم وقدام الميكروفون وبسجل، والصورة قدامي وهنزلها النهاردة على صفحتي على الانترنت. وعاش كده، عاش كده كام سنة؟ عاش كده سنين طويلة. هو على فكرة ما عندوش عيادة خاصة، اصله هو شغال في القصر العيني ليل ونهار حاطط رسالة قدام عينيه. لكن الدكتور حسين لازم يعرف واحنا نعرف ان ربنا بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، ربنا ما بيضيعش اجر الناس اللي اجتهدت. الدكتور حسين بقى عميد القصر العيني من سنة 2011 لسنة 2014، وهو اول عميد منتخب في تاريخ القصر العيني، وهو حاليا نقيب الاطباء في انتخابات نجح فيها باكتساح، لان الراجل دون عاش للناس، عاش للطلبة، عاش لرسالة، عاش للشباب. لازم كان يتكرم، لازم كان ياخد حقه، لازم الناس كانت ترفعه لفوق. وقبل الناس ربنا بيرفع الناس اللي بذلت الجهد لفوق. بسمة أمل للدكتور، بسمة أمل للدكتور حسين خيري، بسمة أمل لكل واحد يعطي للناس ويعمل الخير ومفيش مانع انه ينجح ويكبر واسمه يكبر، بس يبقى النية الحلوة في الآخر عايز أساعد الناس وعايز أعمل الخير. حبيت أشكر الدكتور حسين، حبيت أقول له مبروك جهدك، ربنا خلاك تشوف جزء من ثمرته في الدنيا. وبقول للناس اللي عندها علم، ساعدوا الشباب، اعملوا زيه، كتر الخير في البلد، يكتر الخير في كل اللي حوالينا. طول ما بنعمل خير، طول ما ولادنا هيشوفوا اللي يعمل لهم الخير، ساعتها بسمة أمل جيل ورا جيل في بلادنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.